ست الحسنى عند الجمال. دايما في العيلة واحدة هي بتيجي على الفطار على طول، بتوصل آخر واحدة ولا تشارك في الأعمال المنزلية ولا الأعمال بتاعت حط طباق شيل طباق، مش دعوة. ست هانم وصلت. سيدة المنزل المدللة المبقلظة وصلت. معلش بنتنا جت. دايما بتبقى مرات الاخ، انا ما اعرفش ليه، بس هي ممكن تبقى انا مش مرات الاخ مثلا، بس ممكن تبقى انا. This is so me. خدي بالك انا عارفه ان انت لابسه حلو ومتشيكه ومتانتكه اند متقنقه وجايه اخر واحده، يعني مثلا الفطار مثلا لو سته بتيجي سته الا خمسه يا دوبك الطريق. لا 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 لا، هتقطع نفسها هي كده كده، حتى لو كده تبقى زي قلتها، ولا هتعمل اي حاجه، ولا هقوم من مكاني، ولا هحط معاكوا طباق، ولا هشيل معاكوا طباق، ولا هعمل اي حاجه. احمد ربنا انا جيت، انتوا احمد ربنا انا جيت، انا جايه، انا ست جعانه. انا عارفه ان كلكم جعانين، بس مش مبرر. انا مالي، انا مال انا؟ لا، مبرر ان انتوا كلكم جعانين، هي كمان جعانه، هي ملهاش دعوه، هي هي جعانه. هل ان انتوا تعبانين مثلا في الصيام ان ده مبرر ليها؟ لا، ما انا ماليش دعوه انا بالقصه دي خالص، انا ماليش دعوه. انا عارفه كويس قوي ان انتي بقالك كتير قدام المرايه، وبقالك كتير عماله بتحضري الاوتفيت بتاع اول يوم رمضان، وبقالك كتير قوي سواء اول يوم او سابع يوم كده كده بنتنا زي القمر، اشيك واحده في اخواتها، لا اله الا الله. شايفين الحته البراند اللي انا لابساها ولا انا لابساها لامي؟ ما برضو لازم نشغل مخنا يا جماعه، في فلوس كتير مدفوعه جدا عشان هي تطلع بالاوتفيت القبه اللي انا لابساها. معلش نشغل راسنا برضو، بدل ما اكلف فلوس ما احطش ايدي في ضوافري، ضوافري اللي انا عاملاها. انا اصلا بكير اكتر على ضوافري في رمضان عشان ببقى شايله منها المانيكير وببقى منظفاها ومظبطاها ومحليها، مش هروح بقى اقوم اشيل اطباق واحط اطباق. الموضوع بيكون بجد خارج السيطره. يعني انا مثلا كفاطمه ببقى نفسي جدا اشترك معاكو ان انا اقوم احط اطباق، ولكن انا مش قادره. اسالوني انا مش قادره، ما عنديش باور. انا ببقى نفسي، طب انا هل انا باخد حسنه عن نيه مثلا؟ طب ما برضه يا جماعه احنا ندور لها بالعقل، ما احنا ندور لها بالعقل. وبالذات كمان سبيشال بقى لما تكون الست دي مرات الاخ، اخت جوزها بقى اللي هي تقريبا سلفتها، بتبقى اسمها سلفتها ولا بتبقى اسمها مرات خالها؟ انا مش عارفه حاجه في الرينج ده، انا مش بفهم في الحاجات دي قوي، ولكن مش مهم. تقوم بص لها قوي كده بقى، ايه يا حبيبتي ليه لابسه ده؟ تكلم اختها، انا ايدي نقش الحنه ولا ايه؟ طبعا بقى الى جانب ان حماتها على جنب، لو قامت هتفركها قفل الحيطه بس طبعا ما ينفعش تزعلها لان البيبي الكبير بتاعها هيتضايق، واحنا مش عايزين نعمل مشاكل في العيله عشان خاطرك، ما تقرفيناش. ما تيجي ام بدري خمس دقائق ولا 10 دقائق اعملي معاهم اي حاجه. انا اقول لك على خطه خطيره يا بنت والله العظيم، انا فاهم. انت تيجي قبل الفطار لو انت عامله حسابك ظابطه نفسك قبلها خمس دقائق، تعالي قبلها بقى بربع ساعه، شيلي اخر طبق بحيث لما حد يجي يسالك ما بتشاركيش معانا ليه؟ قولي الطبق ده يشهد، اساله، اسال الطبق اهو قدامك اهو، انا اللي حطاه وانا اللي شايلاه، اقطع نفسي والله العظيم. ناس كتير جدا اهو، اساله بره، اساله بره، انا مش هشهد لها، اساله بره. ناس كتير جدا تتمنى وجودها على السفره بتاعتها، ولكن ربنا بيحبكم، احمدوا ربنا انها موجوده.